النعام طائر كله فوائد، اللحم والريش والجلد كله فوائد. تمام، مشروع النعام ده طبعا مشروع ممتاز، اي شاب او بنت ممكن تقدر تبتدي مشروع النعام. هو مشروع مش مكلف جدا، يعني ممكن تبدا بخمس نعامات بس، ده على الاقل، او بعشر، او بعشر نعامات. طبعا لو عندك مكان فوق السطح او عندك مكان قصاد الفيلا ممكن تربي فيه نعام عادي. ده كتكوت النعام بتجيبه انت صغير وتكبره وتقوم بيعه، يعني مثلا لو عايز تخليه ينتج عندك ويبيض عادي، عاوز تبيعه لحم ماشي. طبعا كتكوت النعام بتجيبه عمر اسبوعين، بيبقى وزنه حوالي كيلو ونص، بتقعده انت عندك لحد عمر 9 شهور، وزنه بيجيب من 90 كيلو ل100 كيلو على حسب الاكل ومعاملتك ليه. في ناس بتبيعه بالكيلو، سعر الكيلو بيبقى 70 جنيه لسعر الكيلو النعام. في ناس بتبيع نعام بيبقى نظام مجموعات، بتبقى نظام مجموعات، مثلا بتجيب كتاكيت النعام صغيرة بتبيع النعام بياض على طول. تمام، فلو عندك مكان فوق السطح ممكن تبتدي بمشروع تربية النعام. تبتدي أول حاجة لحد ما تأجر الأرض وتعمل تربية النعام، يعني ممكن تجيب 5 كتاكيت نعام في يتحدنهم في أوضة صغيرة وهم صغيرين لحد عمر شهرين. ولو عندك مكان فوق السطح ممكن تربيهم فيه. طبعا طائر النعام لازم يتفرش له العمر بعد عمر شهرين، يعني بيوفى هو من عمر اسبوعين لحد عمر شهرين، بيبقى على ارضيه صبه، بيبقى على ارضيه صبه. بعد كده بننقل طائر النعام على ارضيه رمل، بننقله على رمله. تمام، بعد كده بقى بتسيبه وتحط له الاكل والماء، وتحط له الاكل وشرب الماء بتاعته بس. تمام، مش بيحتاج طبعا لدكتور بيطري ولا بيحتاج اي حاجه. لو عندك اي مضاد حيوي، شويه مضاد حيوي بس، بتحط له وقايه للنعام، وكاية للنعام. طبعا طائر النعام بتجيب النعام بتوقع ريش، بتبيع طبعا الريش ده. هذا الباب بعمل ممسكه كمان. طبعا الانتاج ده بيبقى لوحده تاني، مش ينفع لو فصلت حلقة، بيبقى عاوز مكان. تمام، لأرض صحراوية لا زراعية. تمام، عاوز تعمل انتاج، عاوز تعمل انتاج تبدأ بمجموعة. تمام، المجموعة بتبقى انتيتين وذكر، المجموعة بتبقى انتيتين وذكر. المجموعة بتحتاج 200 متر، المجموعة بتحتاج 200 متر. تمام، بتبقى طبعا مش مسقفة. تمام، يعني بتبقى منه للسما، بتجيب بس بارتفاع سور 2.5 متر ل 200 متر، وتيجي مثلا على 20 متر من الضوء، من 200 متر، وتحط مثلا مظلة وتحط أي حاجة للنعام. تمام، طبعا النعام لو عاوز ترقده على البيت بيرقد عادي. النعام بيبدأ يبيض بعد سنة وثمان شهور، دي لك دي النضج. الذكورة بتبدأ تبلغ بعد في العمر فوق السنتين. يعني انت لو حبيت تعمل نظام مجموعات نعام ينتج عندك ويبيض عندك، ممكن من عمر، ممكن انت تجيب مثلا عاوز تجيب نعام كبير شغال على طول، تجيب عمر سنة، او تجيب، او تربي انت، تجيب كتاكيت صغيرة وتربيها عادي. يعني مثلا لو انت، خلينا احنا نشتري كتاكيت صغيرة عاوز تربيها عندك. تمام، زي ما قلت لك طبعا هتحضنها في اوضة صغيرة، تيجي طبعا لحد عمر سنة. تمام، تبدأ تسيبها في الارض، في الارض. طبعا النوتي بتبدأ تبشر على عمر السنة وثمان شهور. النتاية على الأقل في السنة بتجيب لها 30 كتكوت، دي على الأقل خالص. يعني النتاية بتبدأ تبيض من 60 ل 120 بيضة دي للنعامة الواحدة بس. يعني على الأقل تقديرها ممكن تجيب لك 30 كتكوت بس في السنة.